أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أنواع هجر القرآن؟ نعم. يقول أحسن الله عليكم: ما هي أنواع هجر القرآن؟ هجر القرآن أنواع: هجر التلاوة وهجر التدبر، وإن تلاه فإنه لا يتدبره، وهجر العمل به فإنه وإن تلاه وتدبره لا يعمل به، وهجر الحكم به على الناس في مقالاتهم وفي منازعاتهم فلا يحكمون القرآن، هذا كله هجر للقرآن الكريم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. وهجر الاستدلال به، هجر الاستدلال به واستبداله بالمنطق وعلم الكلام، كل هذا من هجر القرآن. نعم.